بص ممكن اكون غلطان يعني، بس على ما اعرف انه الموسيقار الكبير محمد عبد الوهاب كان ساكن في عماره في الزمالك، ده اللي انا اعرفه، عماره ليمون يعني، ده اللي انا اعرفه، ممكن اكون غلطان، بس ده اللي كنا نعرفه من واحنا اطفال زغنطتين، نعدي كده يقول لك هنا ساكن عبد الوهاب كده على طول. طيب ماشي. وبعدين فوجئت لما لقيت الاعلان بتاع بيع فيلا الموسيقار عبد الوهاب في الزمالك بسعر 7 مليون دولار، والحقيقه هم ناس طيبين جدا حسبوا على سعر البنك، قال لك او 210 مليون جنيه، يعني ناس طيبه برضو، ولاد حلال يعني، ما زودوش على اسعار سوق سودا ولا حاجه. فاستغربت جدا، قلت الله ده معناه انه ال 48 سنه اللي عدوا من عمري دول عدوا وانا مش فاهم حاجه. الموسيقار عبد الوهاب طلع كان ساكن في فيلا. اذ بي افاجئ بانه عائله الموسيقار محمد عبد الوهاب بدات في اتخاذ اجراءات قانونيه بعد مساله بيع الفيلا اللي بتحمل اسمه في الزمالك. نجله الموسيقار الكبير مدام عصمت معانا، اهلا بحضرتك يا فندم. اهلا، مساء الخير يا فندم. مساء النور، ازاي الصحه؟ ازاي حضرتك؟ هو انا فعلا بجد محتاجه اصحح المعلومه، مش الموسيقار العظيم كان في عماره ليبون ولا في حته تانية؟ لا ما لكن... كانش في عماره ليبون عمره. احنا كنا ساكنين في الزمالك. اوكي. في شارع اسمه شارع الفردوس. عظيم. حضرتك سامعني؟ ايوه يا فندم، مع حضرتك. صح، متفرع من شارع محمد مظهر، ده اللي عشنا فيه، وهو والدي توفى في الشقه دي، وبعدها مرات ابويا مدام نهله القدسي، وكانت الشقه دي ايجار، ورجعناها لاصحاب العمارة. انما الفيلا اللي حصل الصراحه بقالي 4 5 ايام دي انا ما عنديش اي فكره عنها. يعني حضراتكم كاسره الموسيقار عبد الوهاب ما تعرفوش حاجه عن الفيلا دي اصلا؟ نهائي نهائي، احنا سمعنا زينا زيكم. الله، طب امال ازاي الناس اللي بتعلن عنها بتقول انها فيلا الموسيقار عبد الوهاب يعني؟ بجد مش عارف، ما عنديش تفسير. طب انا ما عنديش تفسير. هل تواصلتوا معاهم يا فندم، او بعتوا لهم محامي، او تم اتخاذ اجراء ما؟ هقول لحضرتك. اتفضلي يا فندم. احنا لما حصل ان احنا وصل لنا القصه الغريبه دي هيت، فكلمنا المحامي اللي هو مسؤول عن ما يخص عبد الوهاب، وقلنا له يتواصل معاهم، وهو قال انه هو هيتواصل ويشوف لو في حاجه تضر باسم عبد الوهاب في الموضوع، يبقى ساعتها هيبقى هيتدخل قانونيا. انما الراجل الشخص الغريب ده اللي نسب البيت ده لوالدي، نسبه على اي اساس؟ انا عن نفسي ولا انا ولا اخواتي نعرف. اصله هو بالنسبه لي حتى المستغرب، ان لم يكن الامر مضر ليه يستغل اسم الموسيقار عبد الوهاب في التسويق لعقار مطروح للبيع؟ يعني ليه بتحط اسم الراحل الكبير يعني؟ طب انت النهارده لما تبيع عقار دون اسم وتبيعه كان عبد الوهاب فيه، هيتضاعف طبعا. ما هو دي المشكله، انه انت بتستغل اسمه ازاي يعني؟ مين سمح لك بده؟ لا ما هو بقى عشان كده بقى احنا اتجهنا للمستشار القانوني بتاعنا على اساس ان هو يشوف القصه دي اساسها ايه. انما انا باكد لحضرتك ان احنا عمرنا ما كان والدنا عنده فيلا في الزمالك خالص، ويومنا عشنا في الشقه اللي في الزمالك كلنا مع والدنا الى ان توفى، وبعد كده مدام نهله توفت، وبعد كده الشقه راحت لاصحابها لصاحب العمار، وبعد كده المقتنيات بتاعت عبد الوهاب راحت في المتحف اللي اتعمل في معهد الموسيقى العربيه وخلاص. انما فيلا في الزمالك ما عندناش اي فكره عنها. أنا بشكرك جدا مدام عصمت، كل الشكر ليكي، وشكرا على إلقاء الضوء والتوضيح، كل الشكر لمدام عصمت عبد الوهاب نجلة الموسيقار الراحل الكبير.
استاذ محمد عبد الوهاب، شيء غريب لابعد الحدود. يعني فكر معايا كده، انه اذا اولا اذا ثبت انه الفيلا افترضنا انها مملوكه للموسيقار عبد الوهاب، ده معناها انه ورثه الراحل لهم حقوق لدى الناس اللي بتبيع دي. ادي واحد. اتنين، طيب فرضا انه لم تعد مملوكه للموسيقار عبد الوهاب مثلا، وباعها في اي وقت من الاوقات وانتقلت ملكيتها لحد تاني، فيبقى برضو السؤال، انت بتستخدم اسم الموسيقار عبد الوهاب دون الرجوع الى اسرته ليه؟ تلاتة، المصيبة الاكبر، ان لم تكن اصلا في اي وقت من الاوقات مملوكة للموسيقار الراحل، ده كده مشكلة. يعني فكرة استغلال الاسم علشان ترفع السعر، وطبعا زي ما قالت مدام عصمت في النهاية، اي حد وارد جدا انه يقول لا اصل دي بقى الفيلا اللي سكن فيها الموسيقار عبد الوهاب نفسه، فوالله لو هي سعرها بقى طبقا للارقام دي 5 مليون، لا هحط 7 مليون، انا ابقى سعيد كده ومش راقب بالعنق كده ان انا ساكن في البيت بتاع عبد الوهاب. طيب عموما الايام القليله القادمه، يعني انا اظن الموضوع هيتضح خلال الايام اللي جايه، يعني 4 5 بالكتير على يوم السبت اكيد هيبان فيه الامور امور، وهيتم بالتاكيد كشف كل هذه الملابسات.